السلام عليكم طلاب الصف السادس الإعدادي ورحمة الله وبركاته، ودرس جديد من دروس مادة الأحياء. واليوم درسنا مهم جدا وصعب، لكن راح نحاول بهذه المحاضرة بالرسومات نسهله ونخلي أسهل ما يكون عليكم بالشرح والفهم، ويجب أن تابع الدرس وياي على هذا الرسم الموجود، وتوقف الفيديو وترسمه وياي حتى تحفظه حفظ جيد جدا وما تنساه وما تتوهم به. وأرجو مشاركة الفيديو على باقي زملائك حتى تم الفائدة. اليوم درسنا عن المتك وتكوين حبوب اللقاح. هنا أنا هذا الرسم، رسمت لك إياه رسم بسيط مختصر عن المتك الذي يتكون من فصين متطاولين بينهما نسيج حشوي رابط، وكل فص يمتد بالنسيج الحشوي الرابط من قاعدته إلى قمته، ويقع بين النسيج الحشوي الرابط حزمة وعائية في الوسط. المهم يتكون قلنا من فصين، الفص الأول والفص الثاني. فص يتكون كل فص من كيسين نسميهما بكيس اللقاح أو حافظة الأبواغ الصغيرة، يعني بكل بساطة أنه الخلايا البوغية تتكون في أكياس اللقاح اللي في داخلها، بعدين تجري عملية أنه تتكون الخلية الأم للأبواغ الصغيرة. هذه في داخل كيس اللقاح خلية الأم للأبواغ الصغيرة. بعد فترة من النضج كيس من نضوج المتك راح يتيبس النسيج الرابط اللي بينهما ويتشقق وتنفتح كل فص إلى الخارج حتى تنطلق حبوب اللقاح في الهواء وتنتقل من السدات إلى المدقات. قلنا احنا في داخلهن راح تختلط حبوب اللقاح اللي هي نسميها بالبداية الخلية الأم للأبواغ الصغيرة. بعد فترة هذه الخلية الأم للأبواغ الصغيرة في داخل كيس اللقاح تمر بالانقسام الاختزالي، كل وحدة تمر بانقسامين اختزاليين حتى تتكون لنا أربع أبواغ صغيرة. هذه البوغ الصغير أيضا يعاني انقسام خيطي، فكل واحد يتكون في داخله نواتين، نواة الخلية الأنبوبية ونواة الخلية المولدة، ثم يضاف إلى كل واحد منهما سايتوبلازم حتى تتحول، طبعا سايتوبلازم وتحاط بأغشية حتى تتحول إلى خلية أنبوبية وخلية مولدة. هاي الخلية الأنبوبية والخلية المولدة راح تمر بعملية تحول شكلي، ويضاف لها اثنين من الجدران الخارجي يحتوي على أشواك أو أهداب، هذه السهل التصاقه بالمدقات عندما يطير، والثاني الداخلي اللي يحتوي على انبعاجات صغيرة، هذه اللي نشوفها نسميها ثقوب الانبات، ما زال يحتوي على خلية أنبوبية وخلية مولدة. في هذه المرحلة شو نسميه؟ نسميه الطور المشيج الذكري غير الناضج. طبعا هذه بعدين حبة اللقاح الغير ناضجة أو الطور المشيجي غير ناضج تنتشر بالهواء وتطير إلى المدقات، اللي المدقة قلنا رأسها يتكون من ميسم، واللي قلنا في الدرس الماضي الميسم مع المدقة أيضا قد يحتوي على أشواك أو أهداب، أو يحتوي على مادة لزجة تساعد على التصاق حبوب اللقاح الصغيرة بها، وبعدين هذا عند التصاقها راح تمتص السائل الميسمي ويتكون أنبوب اللقاح اللي في داخله، تنزل خلية الأنبوبية والخلية المولدة اللي تنقسم إلى اثنين وتتكون لنا خليتين ذكريتين، وينتدق أن هذا أنبوب اللقاح إلى أن يصل إلى البيضة من جهة فتحة النقير، وهنا تحصل عملية الأخصاب في داخل البيضة. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في شروح أو دروس أو محاضرات جديدة.